أما على مستوى الصلة فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية وسط تراجع المعادن النفيسة. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.88% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 80.24 دولار للبرميل الواحد. صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تراجع معدلات التضخم في الصين، الأمر الذي يشير إلى احتمالات انكماش ثاني أكبر اقتصاديات العالم، من ثم التأثير على الطلب العالمي على النفط. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.33% عند 1950 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس مع متابعة الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة في ظل تلاشي آثار التوترات الجيوسياسية على أسعار المعدن الأصفر. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.21% لتغلق فوق مستوى 26,000 دولار. وعززت البيتكوين مكاسبها خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل المستثمرين باقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة للعملة المشفرة، فضلا عن عزم تطبيق روبنهود توسعه وأعماله لتشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.